اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله يا سلام على السلام حي على الفلاح السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غير المخطوب عليهم ولا الضالين في الخطبه قبل الماضيه كان الحديث جاريا عن الوقائع التي وقعت في عهد سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه حيث قرأت فيها بعض المقتبسات التي تدل على ان سيدنا ابا بكر الصديق لم يعاقب اهل الرده لمجرد ارتدادهم وانما بسبب تمردهم ومحاربتهم وقد عد سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاه والسلام الحكم العدل في هذا العصر ايضا الرده الحاصله في عهد خلافه سيدنا ابي بكر الصديق بغيا وتمردا حيث قال وهو يتحدث عن شجاعه سيدنا ابي بكر رضي الله عنه العظيمه كان وقت خلافته وقت الخوف والمصائب كما لا يخفى على اهل التحقيق فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي نزلت المصائب على الاسلام والمسلمين وارتد كثير من المنافقين وتطاولت ألسنة المرتدين وادعى النبوة نفر من المفترين واجتمع عليهم كثير من أهل البادية حتى لحق بمسيلمة الكذاب قريبا من مئة ألف من الجهلة الفجرة وهاجت الفتن وكثرت المحن واحاطت البلايا قريبا وبعيدا وزلزل المؤمنون زلزالا شديدا هنالك ابتليت كل نفس من الناس وظهرت حالات مخوفه مدهشه الحواس وكان المؤمنون مضطرين كأن جمرا أضرمت في قلوبهم أو ذبحوا بالسكين، وكانوا يبكون تارة من فراق خير البرية صلى الله عليه وسلم، وأخرى من فتن ظهرت كالنيران المحرقة، ولم يكن أثرا من أمن، وغلبت المفتنون كخضراء الدمن فزاد المؤمنون خوفا وفزعا وملئت القلوب دهشه وجزعا ففي ذلك الاوان جعل ابو بكر رضي الله عنه حاكم الزمان وخليفه خاتم النبيين فغلب عليه هم وغم من اطوار راها ومن اثار شاهدها في المنافقين والكافرين والمرتدين وكان يبكي كمرابيع الربيع وتجري عبراته كالينابيع ويسال الله خير الاسلام والمسلمين وعن عائشه رضي الله عنها قالت لما جعل ابي خليفه وفوض الله اليه الاماره فراى بمجرد الاستخلاف تموج الفتن من كل الاطراف ومور المتنبئين الكاذبين وبغاوه المرتدين المنافقين فصبت عليه مصائب لو صبت على الجبال لانهدت وسقطت وانكسرت في الحال ولكنه اعطي صبرا كالمرسلين يقول المسيح الموعود عليه السلام حتى جاء نصر الله وقتل المتنبئون وأهلك المرتدون وأزيل الفتن ودفع المحن وقضي الأمر واستقام أمر الخلافة ونجى الله المؤمنين من الآفة وبدل من بعد خوفهم امنا ومكن لهم دينهم واقام على الحق زمنا وسود وجوه المفسدين وانجز وعده ونصر عبده الصديق واباد الطواغيت والغرانيق والقى الرعب في قلوب الكفار فانهزموا ورجعوا وتابوا وكان هذا وعد من الله القهار وهو اصدق الصادقين. يقول عليه السلام: فانظر كيف تم وعد الخلافه مع جميع لوازمه واماراته في الصديق وادعو الله ان يشرح صدرك لهذا التحقيق. يقول المسيح الموعود عليه السلام وتدبر كيف كانت حاله المسلمين في وقت استخلافه وقد كان الاسلام من المصائب كالحريق ثم رد الله الكره على الاسلام واخرجه من البير العميق وقتل المتنبئون باشد الالام واهلك المرتدون كالانعام وامن الله المؤمنين من خوف كانوا فيه كالميتين وكان المؤمنون يستبشرون بعد رفع هذا العذاب ويهنئون الصديق ويتلقونه بالترحاب ويحمدونه ويدعون له من حضره رب الارباب وبادروا إلى تعظيمه وآداب تكريمه وأدخلوا حبه في تامورهم واقتدوا به في جميع أمورهم وكانوا له شاكرين وسقلوا خواطرهم وسقوا نواضرهم وزادوا حباً وودوا وطاوعوه جهدا وجدا وكانوا يحسبونه مباركا ومؤيدا كالنبيين وكان هذا كله من صدق الصديق واليقين العميق هذه ترجمه مقتبس من كتاب سر الخلافه وهو كتاب عربي لحضرته عليه السلام عند نشوب فتنة الارتداد والتمرد بعث حضرة ابي بكر الصديق البعوث للقضاء عليها وكما ذكرنا سابقا ارتدت كل العرب تقريبا بعد وفاة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كانت فئة منهم رفضوا دفع الزكاة فقط وقد سبق ذكر الاجراءات التي اتخذها سيدنا ابو بكر ضدهم ونذكر الان فئه اخرى لم ترتد عن الاسلام فحسب بل تمردت وبغت ايضا وكانت تقتل المسلمين فعزم ابو بكر على معاقبتهم بعد ذلك فلقد ورد في البدايه والنهايه بعدما جمع جيش أسامة واستراحوا ركب الصديق أيضا في الجيوش الإسلامية شاهرا سيفه مسلولا من المدينة إلى ذي القصة التي تبعد عن المدينة مسافة ليلة ونهار بحسب وسائل السفر في ذلك الزمن كان من بين الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي كان يطالبه باصرار ان يرجع الى المدينه ويرسل جريئا اخر مكانه للحرب. قالت عائشه رضي الله عنها: لما برز ابو بكر الى القصه واستوى على راحلته اخذ علي بن ابي طالب بزمامها وقال: الى اين يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لم سيفك ولا تفجعنا بنفسك وارجع إلى المدينة فوالله لئن فجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدا فرجع أبو بكر رضي الله عنه وارسل الجيش لما اراح اسامه وجنده ظهرهم وجموا وقد جاءت صدقات كثيره تفضل عنهم قطع ابو بكر رضي الله عنه البعوث وعقد الالويه فعقد أحد عشر لواءً. عقد لخالد بن الوليد وأمره بطليحة بن خويلد فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح إن أقام له. كان جميع هؤلاء مرتدين ومحاربين والبطاح ينبوع في منطقه بني الاسد وعقد لواء لعكرمه ابن ابي جهل وامره بمسيلمه وعقد لواء ثالثا للمهاجر بن ابي اميه وامره بجنود العنسي ومعونة الأبناء على قيس بن المكشوح ومن أعانه من أهل اليمن عليهم الأبناء قوم من الفرس الذين أقاموا في اليمن وتزوجوا في العرب ثم يمضي إلى كيندا بحضرموت وحضرموت منطقة في اليمن وعقد اللواء الرابع لخالد بن سعيد بن العاص وبعثه إلى الحمقتين من مشارف الشام والخامسة لعمر بن العاص إلى جماع قضاعة ووديعة والحارث والسادس لحذيفة بن محسن الغلفاني وأمره بأهل دبا، وهي سوق العرب في عمان، المدينة الشهيرة والقديمة، والسابع لعرفشة بن هرثمة وأمره بمهرة، مهرة اسم لمنطقة في اليمن وأمرهما أن يجتمعا وكل واحد منهما في عمله على صاحبه وبعث شرحبيل بن حسن في أثر عكرمة ابن أبي جهل وقال إذا فرغ من اليمامة فالحق بقضاعة وأنت على خيلك تقاتل أهل الردة وعقد اللواء التاسع لطريفة بن حاجز وأمره ببني سليم ومن معهم من هوازان والعاشر لسويد بن مقرن وأمره بتهامة اليمن والحادي عشر للعلاء بن الحضرمي وامره بالبحرين فانطلق الجميع من ذي القصه الى اهدافهم وامر ابو بكر رضي الله عنه كل امير جند باستنفار من مر به من المسلمين التابعين من اهل القرى التي يمر بها <applause> كتب أحد الكتبة وهو يتحدث عن تقسيم أبي بكر رضي الله عنه هذا: «اتخذت قرية ذي القصة مركز انطلاق أو قاعدة لتحرك الجيوش المنظمة، التي ستقوم بالتحرك الى مواطن الرده للقضاء عليها وتنبئ خطه الصديق رضي الله عنه عن عبقريه فذه وخبره جغرافيه دقيقه ومن خلال تقسيم الالويه وتحديد المواقع يتضح ان الصديق رضي الله عنه كان جغرافيا دقيقا خبيرا بالتضاريس والتجمعات البشريه وخطوط مواصلات جزيره العرب فكان الجزيره العربيه صورت في مجسم واضح نصب عينيه في غرفه عمليات مجهزه باحدث وسائل التقنيه فمن يتمعن تسيير الجيوش ووجهه كل منها واجتماعها بعد تفرقها وتفرقها لتجتمع ثانيه يرى تغطيه سليمه رائعه صحيحه مثاليه لجميع ارجاء الجزيره مع دقه في الاتصال مع هذه الجيوش فابو بكر في كل ساعه يعلم اين مواقع الجيوش ويعلم دقائق امورها وتحركاتها وما حققت وما عليها في غد من واجبات والمراسلات دقيقه وسريعه تنقل اخبار الجبهات الى مقر القياده في المدينه حيث الصديق وكان على صله مستمره مع جيوشه كلها وبرز من المراسلين العسكريين ما بين الجهات وبين مقر القياده ابو خيثمه النجاري الانصاري وسلمه بن سلامه وابو برزه الاسلمي وسلمه بن وقش وكانت الجيوش التي بعثها الصديق متماسكه وهي احدى انجازات الدوله الهامه اذ جمعت تلك الجيوش بين مهاره القياده وبراعه التنظيم فضلا عن الخبره في القتال صهرتها الاعمال العسكريه في حركه السرايا والغزوات التي تعدى بعضها شبه الجزيره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان الجهاز العسكري لدوله الصديق متفوقا على كل القوى العسكريه في الجزيره وكان القائد العام لهذه الجيوش سيف الله المسلول خالد بن الوليد صاحب العبقريه الفذه في حروب الرده والفتوحات الاسلاميه. كان هذا التوزيع للجيوش وفق خطه استراتيجيه هامه مفادها ان المرتدين لا زالوا متفرقين كل في بلده. ولم يحصل منهم تحزب ضد المسلمين بالنسبة للقبائل الكبيرة المتباعدة في المكان أولاً، لأن الوقت لم يكن كافياً للقيام بعمل كهذا، حيث لم يمضي على ارتدادهم إلا ما يقرب من ثلاثة شهور، وثانياً لأنهم لم يدركوا خطر المسلمين عليهم، وأنهم باستطاعتهم أن يكتسحوهم جميعاً في في شهور معدوده ولذلك اراد الصديق ان يعاجلهم بضربات مفاجئه تقضي على شوكتهم وقوتهم قبل ان يجتمعوا في نصره باطلهم فعالجهم قبل استفحال فتنتهم ولم يترك لهم فرصه يطلون منها برؤوسهم ويمدون السنتهم يلذعون بها الجسم الاسلامي ويقول المؤلف في بيان أمور مختلفة قام بها أبو بكر رضي الله عنه مثل تعيين القادة وغيرها، ويمكننا من خلال الدراسة أن نستخلص الخطة العامة بعد أن عقد الصديق الألوية لقادة الجيوش والتي تتلخص في النقاط الآتية: أولا، ضمنت الخطه احكام التعاون بين هذه الجيوش جميعها بحيث لا تعمل كانها منفصله تحت قياده مستقله وانما هي رغم تباعد المكان جهاز واحد وقد تلتقي او يلتقي بعضها ببعض لتفترق ثم تفترق لتلتقي كان ذلك والخليفة بالمدينة يدير حركة القتال ومعاركه. ثانياً احتفظ الصديق بقوة تحمي المدينة عاصمة الخلافة، واحتفظ بعدد من كبار الصحابة ليستشيرهم، وليشاركوه في توجيه سياسة الدولة. ثالثاً ادرك الصديق ان هناك جيوشا من المسلمين داخل المناطق التي شملتها حركه العصيان والرده وقد حرص على هؤلاء المسلمين من ان يتعرضوا لنقمه المشركين ولذلك فانه امر قادته باستنفار من يمرون بهم من اهل القوه من المسلمين من جهه وبالضروره تخلف بعضهم لمنع بلادهم وحمايتها من جهه اخرى رابعا طبق الخليفه مبدا الحرب خدعه مع المرتدين حتى اظهر ان الجيوش تنوي شيئا وهي في حقيقه الامر كانت تستهدف شيئا اخر زياده في الحيطه والحذر من اكتشاف خطته وبذلك تتبين براعته رضي الله عنه السياسيه في القياده وخبرته العلميه ورسوخ علمه ونصره الله تعالى والفتح وبهذه المناسبه كتب سيدنا ابو بكر رضي الله عنه امرين امرا موجها الى قبائل العرب وامرا لارشاد قاده الجيش ويقول احد المؤلفين بهذا الشان بعد التنظيم الدقيق وحسن الاعداد للجيوش الاسلاميه التي عقد لها الصديق الالويه نجد الدعوه البيانيه القوليه تطل لتقوم بدورها وتدلي بدلوها فقد حرر الصديق كتابا عاما ذا مضمون محدد سعى الى نشره على اوسع نطاق ممكن في اوساط من ثبتوا على الاسلام ومن ارتدوا عنه جميعا قبل تسيير قواته لمحاربه الرده وبعث رجالا الى محل القبائل وامرهم بقراءه كتابه في كل مجمع وناشد من يصله مضمون الكتاب بتبليغه لمن لم يصل اليه وحدد الجمهور المخاطب به بانه العامه والخاصه من اقام على اسلامه او رجع عنه لقد اورد الطبري رساله ابي بكر رضي الله عنه الموجهه الى قبائل العرب بتفاصيل اكثر من غيره وقد ذكر سيدنا المسيح الموعود عليه السلام ايضا هذه الرساله في كتابه سر الخلافه فقال ولنكتب هنا كتابا كتبه الصديق الى قبائل العرب المرتده ليزيد المطلعون عليه ايمانا وبصيره بصلابه الصديق في ترويج شعائر الله والذب عن جميع ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقل عليه السلام تلك الرساله وهي كما يلي بسم الله الرحمن الرحيم من ابي بكر خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بلغه كتابي هذا من عامة وخاصة أقام على إسلامه أو رجع عنه. سلام على من اتبع الهدى ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والعمى. فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وان محمدا عبده ورسوله نقر بما جاء به ونكفر من ابى ونجاهده اما بعد فان الله تعالى ارسل محمدا بالحق من عنده الى خلقه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فهدى الله بالحق من اجاب اليه وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادبر عنه حتى صار الى الاسلام طوعا وكرها ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نفذ لامر الله ونصح لامته وقضى الذي كان عليه وكان الله قد بين له ذلك ولاهل الاسلام في الكتاب الذي انزل فقال انك ميت وانهم ميتون وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون وقال للمؤمنين وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فمن كان انما يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان انما يعبد الله وحده لا شريك له فان الله له بالمرصاد حي قيوم لا يموت ولا تاخذه سنه ولا نوم حافظ لامره منتقم من عدوه يجزيه وإني أوصيكم بتقوى الله وحظكم ونصيبكم من الله وما جاءكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم وأن تهتدوا بهداه وأن تعتصموا بدين الله فإن كل من لم يهده الله ضال، وكل من لم يعافه لمبتلاً وكل من لم يعنه مخذول، فمن هداه الله كان مهتديا، ومن اضله كان ضالا. قال الله تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولم يقبل منه في الدنيا عمل حتى يقربه ولم يقبل منه في الاخره صرف ولا عدل. وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر بالإسلام وعمل به اغترارا بالله وجهالة بأمره وإجابة للشيطان قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإني بعثت إليكم فلانا من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان وأمرته ألا يقاتل أحدا ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صالحا قبل منه وأعانه عليه ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلك، ثم لا يبقي على أحد منهم قدر عليه، وأن يحرقهم بالنار ويقتلهم كل قتلة، وأن يسبى النساء والذراري، ولا يقبل من أحد إلا الإسلام، فمن اتبعه فهو خير له. ومن تركه فلن يعجز الله وقد امرت رسولي ان يقرا كتابي في كل مجمع لكم والداعيه الاذان واذا اذن المسلمون فاذنوا كفوا عنهم وان لم يؤذنوا عاجلوهم واذا اذنوا اسالوهم ما عليهم فان ابوا عاجلوهم وان اقروا قبل منهم باختصار لماذا شنت عليهم الحرب ولماذا عوملوا كلهم هذه المعامله لانهم كانوا محاربين وكانوا يفرضون الحرب على المسلمين ولم يكونوا يقاتلونهم بل كانوا يعتدون عليهم وكانوا يظلمون المسلمين العزل المقيمين في مناطقهم الرسالة الثانية التي أرسلها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إلى قادة الجيش كلهم الذين كان عددهم أحد عشر قائدا وقد مر ذكرهم هي بسم الله الرحمن الرحيم هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفلان حين بعثه في من بعثه لقتال من رجع عن الإسلام وكتب على الرسالة اسم القائد وعهد إليه أن يتقي الله ما استطاع في أمره كله سره وعلانيته وامره بالجد في امر الله ومجاهده من تولى عنه ورجع عن الاسلام الى اماني الشيطان بعد ان يعذر اليهم فيدعوهم بدعايه الاسلام فان اجابوه امسك عنهم وان لم يجيبوه شن غارته عليهم حتى يقروا له ثم ينبئهم بالذي عليهم والذي لهم فياخذ ما عليهم ويعطيهم الذي لهم لا ينظرهم اي لا يمهلهم حتى يستعدوا للحرب فيهاجموا المسلمين ولا يرد المسلمين عن قتال عدوهم اي اذا ظن المسلمون ان هؤلاء لن يرتدعوا عن القتال فلا تمنعوا المسلمين من قتالهم كان هذا الامر موجها الى زعماء هذه المنطقه الذين كانوا ادرى باوضاعها فمن اجاب الى امر الله تعالى واقر له قبل ذلك منه واعانه عليه بالمعروف وانما يقاتل من كفر بالله على الاقرار بما جاء من عند الله فاذا اجاب الدعوه لم يكن عليه سبيل وكان الله حسيبه بعد فيما استسر به، ومن لم يجب داعية الله قتل وقوتل حيث كان، وحيث بلغ مراغمة، لا يقبل من أحد شيئا أعطاه إلا الإسلام، فمن أجابه وأقر قبل منه وعلمه، أي من ارتدوا بعد إسلامهم ثم اخذوا يحاربون المسلمين خلاف تعاليم الاسلام فعليكم ان تعلموهم ما هو الاسلام وما هي حقيقته واخبروهم انه لا يجوز لهم محاربه الحكومه الاسلاميه بعد اسلامهم ومن ابى قاتله فإن أظهره الله عليه قتل منهم كل قتلة بالسلاح والنيران، ثم قسم ما أفاء الله عليه إلا الخمس فإنه يبلغناه، وأن يمنع أصحابه العجلة والفساد، وأن لا يدخل فيهم حشوا حتى يعرفهم ويعلم ما هم، لا يكون عيونا اي يجب ان يتحرى الامر جيدا حتى لا يدخل في صفوف المسلمين من يكون عيونا للاعداء ولا يؤتى المسلمون من قبلهم وان يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم في السير والمنزل يتفقدهم ولا يعجل بعضهم عن بعض ويستوصي بالمسلمين في حسن الصحبه ولين القول لقد ذكرت هنا بعض الامور التي تحتاج الى التوضيح الا انه لم يرد هنا توضيحها مما قد يؤدي الى نشوء فكره خاطئه عن الاسلام لقد شرحت في خطبه ماضيه ان هؤلاء المرتدين كانوا محاربين كلهم فلم يحاربوا فحسب بل ظلموا المسلمين القاطنين في مناطقهم فقتلوهم وحرقوا عليهم بيوتهم فقال عنهم ابو بكر رضي الله عنه بانه سينتقم منهم حتما وسيعاقبهم بالطريقه نفسها كما يتضح من هذه الرساله التي نقلها المسيح الموعود عليه السلام ايضا لانه موافق لقوله تعالى الوارد في القران الكريم جزاء سيئه سيئه مثلها ولقد ذكر هذا الامر نفسه احد المؤلفين في كتابه وهو الدكتور علي محمد الصلابي فيقول عن تحريق المرتدين البغاة انه لا يجوز معاقبه احدا بتحريقه بالنار لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان النار لا يعذب بها الا الله ولكن امر بتحريق هؤلاء الاوغاد لانهم اهلكوا اهل الايمان بهذا الطريق فكان تحريقهم قصاصا ولقد ورد في هذا الكتاب نفسه بخصوص رساله ابي بكر المذكوره ان من يابى الرجوع الى صف المسلمين ويثبت على ردته انما هو محارب لا بد من شن الغاره عليه تقتله او تحرقه لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أيضا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وإن هؤلاء البغاة كما ذكرت في خطبة ماضية والآن أيضا ارتكبوا جريمة تحريق المسلمين وقتلهم بأشنع الطرق فقد حرقوهم بالنار وحرقوا بيوتهم واهلهم واولادهم ومثلوهم فقد امر ابو بكر الصديق رضي الله عنه بقتل من اشترك في هذه الجريمه بالطريقه نفسها وبمعاملتهم كما عاملوا به المسلمين على اي حال سيستمر هذا الذكر في المستقبل ايضا ان شاء الله الا انه قد تكون هناك خطب حول مواضيع اخرى خلال رمضان لذلك قد يتاخر قليلا تناوله ولكن ساتناول تفاصيل الامور الاخرى في الخطبه التاليه المتعلقه بهذا الموضوع الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده رسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واذوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر